يعني ده سيبك من المشاحنات والكلام ده، لانها لكن ما حدث وتحديدا من شيكابالا يعني اعتقد ان ده شيء صعب جدا. لا هو مش مسموح وحاجه مرفوضه تماما اي حد يعمل حاجه زي كده. وانا متهيألي لو شيكابالا شاف المنظر مش هيعجبه، يعني ما ادوش منظر، يعني ده مش منظر لعيب كوره خالص، ده منظر حاجه بعيد عن الكوره خالص، ملهاش اي صفه بلعيبه الكوره او تحمل اسم نادي مين او نادي كبير او نادي صغير، دي حاجه صفات فيك انت، ما ينفعش تعمل الشكل دوت. انت كمان انت مش لعيب عادي، انت كابتن فريق، فكابتن فريق لازم اكون قدوه. واحنا اتعودنا على في حياتنا كلها ما كنا موجودين او الانديه اللي بنمثل فيها لازم بنحترم كابتنه الاشاره بتاعت النادي، حاجه كبيره جدا. انت راجل اعضاء، يعني عضو من اعضاء الجهاز الفني، فلازم لما كنا تصرف يطلع منك يطلع بشكل محترم. ما ينفعش انا اعمل حاجات صبيانيه ملهاش اي حاجه في وجود كره القدم، يعني انا ما اتوقعش ان انت تعمل حاجه زي كده. ممكن نقول دوت تصرفات مثلا، لما جينا نتكلم على امام عاشور والناس اللي عملت الاحداث دي كلها، ممكن نقول عدم الخبره والصغار في السن، فلسه 20 سنه 21 سنه منتخب اولمبي مع كابتن شوقي غريب، فممكن يبقى شافع له شويه يعني نوعا ما. هو منظر مرفوض بس طبعا انا ما اعتقدش ان ممكن يعني امام عاشور برضو تحديدا، لانه جه على حد تاريخه كبير جدا جدا كابتن وليد سليمان طبعا، ويعني لو قعد 100 سنه امام عاشور ده عشان يوصل للي عمله وليد سليمان مش هيوصل لربع اللي عمله وليد سليمان. خلي ده خلي بالك كابتن اسلام كمان، يعني وليد غير لعيب كبير، هو انسان. اول حاجه لما حصل مذبحه نادي الزمالك، مذبحه نادي الزمالك كانت موجوده اللي هي حدث في الدفاع الجوي، الراجل قال يعني شال الفرح بتاعه، لغى الفرح بتاعه. لو هو بيفكر في نفسه اناني وما بيحبش اي حاجه هيقول لك انا فرح الموضوع يشتغل عادي. فاحنا بنعلم لازم تكون انت لعيب عندك مبادئ وعندك قدوه ان انت تبقى لعيب زي كده. ما ينفعش ان انا ولد صغير او واحد صغير يعمل حاجه زي كده، منظر مشين كده. وده خلي بالك غلطش منه هو، لو في سيطره على 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 كابتن الفرقه، بس هو شايف كابتن الفرقه يعني زي ما بنقول رب الاسره، الموضوع مختلف. هو اللي بيعمل حاجات زي كده، فطبيعي ان انا اعمل حاجات صبيانيه ملهاش اي تصرفات ملهاش اي قيمه في كره القدم. يعني ما بنشوفش الحاجات دي في اي ملاعب اخرى يعني، وحتى لو الواحد شاف الحاجات دي لا تصل الى مثل هذه الامور. ولكن يعني احمد حسن النهارده كتب يعني ما معناه يعني